السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب صبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة بسلسلة جديدة إن شاء الله وماب جديد إن شاء الله. تمام، راح إن شاء الله راح ينال إعجابكم. تمام، فخلينا ندخل. لأن الماب القديم شفته أنا بآخر فيديو نزلته بآخر 10 ثواني سمعتوها، إنه استنيت 3 أيام وما طلع المحصول، فحذفت اللعبة التسييفة كلها وحذفت الماب وحذفت كل إشي. شكله كان في مشكلة بالماب أو مقلتش أو ما بعرف إيش قصتها. المهم راح ندخل على كرييت وبعدين ندخل هون على جيم وبعدين ننشئ ماب وبعدين ندخل هون. في عندي هاي الماب شفتها كتير عجبتني صراحة، كتير حلوة، فخلينا ندخل ونجربها. وطبعا ما تنسونا يا اساطير من اللايك والاشتراك قبل ما تفتح اللعبة. طبعا هاي نزلنا يا اساطير في الماب، مثل ما لكم شايفين طبعا في عنا مساحات خضراء جدا كبيرة ما شاء الله. وكان انا حبيت بهاي الماب اشي جدا مهم، خليني افرجيكم اياها. اول شي الماب انه اراضيها مربعات، يعني ما بنتعذب اذا حطينا عمال اشتغلنا بكره في عنا مشاريع صرنا نشتغلها او حتى انا اشتغلتها يعني. فيعني الماب جدا جميل. تمام، في عنا هون مجموعة اليات، والعجبني اكثر شيء انه الشوب بالنص، شوفوا بالنص تماما نص الماب حرفيا. وفي عنا هون مكان الخنزير وهون الغنم وهون الفيول وهون البقر وهون الدجاج، مظبطات ومرسمات ومرتبات. وطبعا المباني المحطوطة ما هي مودات او مصمم بشكل خاص، لا المودات الاساسيه الموجوده. يعني لما تاخذ تبعيه البقر او الخواريف او الخنازير من اللعبه لما تشتري انت، تمام، مو مركب مود ثاني هيك مختصر او فيه شغلات ثانيه او معدل عليه. تمام، فهذا اهم الاشي حبيت اقول لكم عليه. وطبعا هون كان في مشكله انه ما كانت بتطلع، هون عدلتها ظبطتها. المهم هلا بنورجيكم ايش في عنا اليات. طبعا انا ما انتبهت ايش في عندي اراضي، صحيح ولا ما في شيء لي؟ في عندي الارض رقم 7 وعندي هي شوفه. ايش هذيك شوفه في؟ هلا ايش في هون ما بعرف، بس الشوفه هذيك لي. ايش في هذيك الشوفه؟ الله اعلم، الله بروح نشوف نستكشفها لاني ما عندي هون بكامله. طبعا مثل ما انتم شايفين في عندنا هون تراكتور، وطبعا ما راح احاول انه ما اشتري، يعني ما راح اصرف مصاري كثير، راح استفيد من الماكينات الموجوده هون. او في حال انه محتاجين شيء اوفر يعني كثير مهم بنجربه بنجيبه. في عنا هاي الماكينة وعنا هاي الماكينة، في عنا هون وين افتح؟ شو ما فتح؟ والله فتح. في عندي هاي الماكينة، هي انا جربتها عجبتني كتير. كنت اول ما بحب اجربهم لانه شوي بيجوا طوال هدول الاعراض. كمية الخزان تبع السماد والبذور كتير كبير. وهون عنا تبعية الكلس وعنا هاي تبعية ايش، هاي نسيت. المهم يمكن هاي تبعية البذور كمان، ماكينة تانية يعني. هلا ممكن بكرة نتخلى عن كم ماكينة من هون يعني نبيعهم، يعني كل ما اعطيني 100,000 ما عندي غيرهم. والحلو انه هون عندك الحصاد، شو شلون يعني حصاد يجيب لك اياها، الراس هاد مع الراس هذاك، الراس يعني مشان ما توجع راسك تشتري وتجيب وتاخذ ومن هالشغلات هاي. يعني عارفين ايش بدهن، ايش بدك، مو ايش بدهن، ايش بدك. طبعا هون عنا هذا الكراج الصغير، ايش في فيه؟ هذا فيه تراكتور مركبي له ايت، جدا جميل عجبني. وفي عندك هاي ماتيرته طبعا، هلا نحن ممكن نستفيد منه ومناضه. طبعا بفتح البوب انا مشان ما اتعذب كل شوي افتح وسكر وهالشغلات هاي. طبعا الشوب صار بهالطرف نتركه. في عنا هون هنجار، ايش فيه هذا الهنجار؟ مكان التصليح، حلو جميل. نايس، مكان تصليح السيارات حلو، هذا كمان شيء يعني صراحة يجزون عليه. ايش في عنا هون؟ فاضي الهنجار، هذا الهنجار اتوقع بنقدر نستفيد منه نحط فيه عدات شغلات، بس يعني ما كتير يعني عاملين هاي بهاي اللعبة. صحيح تذكرت اشي امبارح، مو حكيت لكم انه في نسخة تنزل 22؟ فشفت عم يحكوا عنها انه رح يكون فيها شغلات مختلفة، افكتات زيادة. يعني اعطيكم مثال، مثلا هلا هون ما في مثالا مثالا مثلا هي اكثر شيء رح يكون بالصيانة يعني حسب ما فهمت منه رح تشوفون. مثلا هي هي هون مثلا، انت هون مو بدك تفك الراس وتركبه، فهو يصير بايده يفك ركبه. بكره مثلا بدك دهن سياره بصير بايده هو بدهنه، يعني بيجي يمسك الفرشاي وبدهن بايده. ال ال الجو راح يكون على 4 فصول، صيف خريف شتاء وربيع، وهيك يعني بيقلب السنه بتقلب، فهمتوا علي؟ ما راح يكون هيك الجو خلص ثابت صيف على طول. هلا في عنا هذا التراكتور راح ناخذه مشان ناخذ ذاك ونبلش نحصد.
الله توالي بيت الله. والله معلم انا بحياتي ما ركبت بيك تراكتور، يعني باللعبة قصدي، ولا مرة فكرت اني اشتري هيك تراكتور او اني استخدم هيك تراكتور. وسريع نايس، ما توقعته بالسرعة، حتى الديركسيون تبعه كتير سلس نايس جميل. طب خلينا نشوف هاي مشان ايش. هلا في وحدة محراث، انا المحراث ما شفت صحيح، محراث ما شفت ابدا. ليش يكون هذاك المحراث؟ بقول لكم خلينا نشوف. لا اتوقع هذا اكيد، لا هذا اكيد لا، لانه هذا فاضي اساسا وما في بذور. الله عزوي لي بدور، والله جميل ومريح. بس مشكلته عريض الزيادة يعني. هاي راح هي كمان بذارة، نعم مصيبة. وين المحراث؟ ايش ما في محراث؟ يمكن هذا هو المحراث. هذا هو، هذا هو 8 امتار. هذول ماكينات بذر مثل ما لكم شايفين هون قدامكم. اوه معلم متيسر، هاي هون صورة من جوا، حتى الكرسي تبعه جلد. ما وين صار هذا البطيخ؟ هون شي معي؟ لا وين 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 صار؟ هذاك وذاك. الله السرعة، توقع من هون بيطلع معي. بقولكم بيدخل؟ بيدخل. هناك معلم الأرض رقم 7، طريق وين؟ لفوق على اليمين. في طريق هيك على الأرض بينفذ؟ ايه في، من ورا المزرعة. نايس والله يا معلم الماب جميل. هو صح هو المساحات كتير كبيرة فيه، وما فيه خضار كتير، ما فيه جبال، ما فيه واقعية كتير، بس يعني بنلعب فيه. يعني بنهي لعبة، ما انه والله واقعية 100%. انا اشوف التراكتور ما مثل ذلك بيقلب وقت تلف. جميل. اوه شوي كازية، اول مرة اشوف كازية بهذا الحجم. طيب خلينا نفتح هاي، بس اتوقع ما بدها حرسها، بدها بس لي ضب 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 معلم، ضب ضب ضب. خلونا نجيب نحرسها مباشر. خلينا نتأكد، نيد بولينج. منين اجيب لك انا بولينج؟ قال بده بولينج. قال تريد بولينج. طب اطلع نشوف هيك بلش يحرس. خالصة يعني محروسة، محروسة يا معلم، ما بدي حرس. والله بلش يحرسته، لكن ليش هذا ما عم يشتغل؟ لكن ليه العمل ما بيرضى يشتغل؟ هون طلع لي انه صار الدنيد، بس العم ليش ما بيشتغل؟ مو في مشكله في المزرعه، ما بعرف شيء، ومو مشكله، جوز انه هاي الماكينه للحراس العادي، فانا ما بحطها بتشتغل حرق، ما بعرف. المهم نشوف شو عنا تراكتورات. انا بس هدول، بس هدول اثنين. والله ما بعرف هذا يزبط ولا ما يزبط، بس تعال نجرب. اتوقع يزبط، اتوقع انه يزبط. وين الطريق؟ لا هيك هيك بشقتوها، يعني بدنا نطلع برا المزرعة تنقدر ندخل على السوق، على البازار. والله كتير يعني اوفرتوها صراحة. اقولكم اذا اشتريها، بقولكم في ماكينة هون بالبلوين. وين هون البلوين؟ بلوين بلوين، ها هي هون. طبعا في مود كمان شفته قال انه اذا الـ اذا الـ اذا التراكتور مو نظامي، انه حاطط الوزن وهيك شغلات ما بيشتغل، بيفصل. فقال اذا بدك تركبه بنركب لك اياه. طلع عمو ما بدي تركبه لي اياه، انا من دون ما يفصل معي ما عم بعرف اشتغل. مو والله بدي ابرك ادوز لكم اياها بالوزن.
والله الماب حلوة. شوفوا هون الأرض ما أكبرها طبعاً، لا إذا أكيد عقد عليها رقم 6. وصلنا يا أبو عيون، ما ضل حدا لي مجهون، وأنت اللي داري بعيون. وقف يوم معلم. شيل لك ساق معلم. شايفين شلون انا بعرف هذا التراكتور بيقدر بيسوي هذا الشيء. طيب هلا نحن بنروح على التراكتور الثاني اللي هو هذا، بنرجع هذا وين محل ما جبناه منه. طبعا لازم نحط مغسله هون بالنص عشان كل شوي بنغسل التراكتور نغسل شغله عشان طبعا اوسع لنا اريح. او لا نحط محل احسن. هلا انا وحده ماكينه ناخذ من هدول المرشات، ما نعرف يعني انا وحده ناخذ الاول والثاني. احنا هون في عنا معدتين. طيب خلينا نروح ناخذ هذيك اذا. طبعا نروح نعبيها كمان برضو لانه احنا ما عنا بضاعه نعبيها. هلا بنعبيها بنحطها على الشغل ونقول يا رب. والله معلم متوافقين بالمود. على فكره هذا المود انا كنت قبل هذاك المود بدي اجربه، مودين حتى مو مود، بس انتم ما كان يعجبكم ما بعرف ليش. كل ما بسويكم استفتاء سكر أبو. كل ما بسويكم استفتاء تعطوني نتائج غير المتوقعة. طيب هلا خلينا ندخل نشتري بذور ونشتري ايش اسمه الشيطان بذور وسماد سهل. بودرة دي اخذ بودرة تمام نايس سكر معلم. هلا بروح يكون التراكتور تبعي يمشي شوي بالارض يعني نحطه على الشغل. نعم هلا هلا تراه ورجع. واو عم نصيب هاي اذا هلا تراه ورجع. شكله معلم انا راح احتاج تراكتور ثاني. هذا التراكتور شلون تعب يصحى الدولابه. طبعا انا هون محتاج لليم قبل ما اروح اشتغل هاي. انا بقول لكم ايش راح اسوي. في عندي ماكينه رش الليم بنجيبها مترش ليم وبعدين نحرس بعدين نبذر افضل هيك. ايش رايكم؟ مو افضل؟ افضل لانه هلا في معنا وقت لانه نستنى هذا بما يعني رحت ورجعت 6 متر 12 متر هذا رحت 18 متر لا رحت 15 متر يعني الماكينة عندي انا روحتها 15 متر هي اكثر بكثير. وين السماد؟ وين ماكينة السماد؟ ورشة السماد؟ طبعا في شغلة كمان قبل ما اخلص قلت نسيت اقول لكم اياها انه هاي الماب عملت كل شيء يصير يعني بدي ديم بدي ماكينة اي شيء للعشب بدي كل اشي. بس ان شاء الله يكون المود هذا شغال تبع انه تبع العشب انه ما يكون خربان. هلا التوكل يمكن 10 نعم هي هلا بدي ايه 10 مضبوط لاني الواحد 10% ف 10 100% اوف عبينا تمام فل. بس لسه في يمكن شوي ضل ابو 50 يمكن 50 او 1050 ما بعرف شو ضل. بس المهم ضل في طرد يعني بالارض بس الطرد اكيد مو مليان يعني. المهم هلا خلينا نروح بنشغلها وانا لا شدي ولا ايش رايكم بنبدل التراكتورات هذا اسرع ما تعال نجرب تجريب. بس يعني هذا بينته قوي كتير يعني هذا بيشحر الارض مو بس يحفرها وهذا عم يضحي التراكتور. بعدين بزمان وانا هذا التراكتور حويته بس مشان اسوي فيه مشاوير مو مشان اشتغل عليه ما يتحمل التراكتور اساسا ما يتحمل. والله بنشوف شو صرته. روحي 17 نايس. شوف السلعة 17 ممتاز على هذا بس اسرع من هذاك يمكن كان يمشي 5.
شوفوا شلون صار الأرض. طيب تمام، طب خلينا ننزل نروح نجيب هذاك، بنبلش رش الليم. وبس خلصنا رش الليم نرجع بناخذ هذاك التراكتور. يعني حتى شوف الدولي التراكتور دولي بدولي بسيارة، ما يدولي بش اسمه، ما هو دولي بلنا تراكتور هيك، كان هذول بيجوا لهم اظافر. شوف معي، ما هي بلش كح لا طلع دولي بشو نزلت. بكون لهون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا لكم، شكرا للمشاهدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.